هي إحدى أكبر المناطق الرطبة بالمغرب، محمية سيدي بوغابة تقع على مقربة من مدينة القنيطرة، تبلغ مساحتها الإجمالية 650 هكتارا مكسوة بالغابة و110 هكتارات تغطيها بحيرة ذات ماء عذبة، كما أنها تحوي أزيد من 200 نوع من الأشجار والنباتات وتشكل موطنا للطيور المهاجرة. وحنا كنوجدوا في منطقة ديال سيدي بوغابات، هي منطقة رطبة اللي مصنفة عالميا ومسجلة في لائحة رامسار، اللي كتستقبل واحد مجموعة ديال الطيور المهاجرة اللي كيوصل تقريبا العدد ديالها 171 نوع، واللي كتكون منطقة اللي كتستقبل الطيور المهاجرة اللي كتدوز المنطقة ديال في فصل الشتاء هنا أو كتكمل الرحلة ديالها نحو المناطق الجنوب إفريقيا أو الشمال ولا الشمال ديال أوروبا. لكن هذه المحمية تواجه أخطار عديدة نتيجة استنزاف الساكنة المجاورة لمياه بحيرتها واستعمالها في الري ورمي زوارها للملوثات والنفايات، أخطار تحاول بلدية مهدية مواجهتها من خلال اتخاذ جملة من التدابير. البلدية ديال مهدية في إطار المجهودات اللي كتقوم بها من اجل الحفاظ على هذه المحميه هذه، فهي تتقوم بعمليه ديال التنظيف اللي دخلتها في التدبير المفوض لجمع النفايات، فدمجت حتى هذا المجال هذا في اطار الصفقه اللي عندها. وايضا من ضمن الاعمال اللي كتقوم بها فتقوم بحمايه ازاله الاعشاب اليابسه من اجل تجنب اسباب اندلاع الحرائق. المشرفون على محمية سيدي بوغابة والناشطون في مجال حماية البيئة يؤكدون ضرورة بلورة إطار قانوني من أجل ضمان الحماية لهذه المنطقة الرطبة التي تعد بحيرة وآخر ما تبقى من البرك الطبيعية العذبة في الشمال الغربي للمغرب، وآخر شاهد على النباتات الطبيعية التي كانت تغطي قديما مساحات شاسعة من الساحل الأطلسي.